بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة يعني هنبدأ استكمال الكورس بتاعنا السكس سيجما ميثودولوجي، وهنخش النهاردة بقى في شرح الأساليب اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. نفكر حضراتكم بيها، كان عندنا المرة اللي فاتت اللي احنا قلنا في أساليب ستة هنشرحها في الأنالايز. والأساليب ديت كانت العصف الذهني، هنبتدي نتكلم فيه النهارده إن شاء الله، ومخطط السبب والنتيجه اللي هو الفيش بون دايجرام، ومضلع التكرار، والخمس اسباب، والسلاسل الزمنيه، والمخطط المبعثر اللي هو السكاتر دايجرام. والمره اللي فاتت شرحنا البروسيس كيبابيلتي، وقلنا طبعا البروسيس كيبابيلتي من ضمن الحاجات اللي هي مطلوبه في ان شاء الله في البروجكت. هتكلم برضو عن البروجكت بسرعه كده. الفاينل بروجكت بتاعنا هيبقى لغايه لما احنا واخدين دلوقتي، وان شاء الله هيتقدم في اخر محاضره اللي هي بتاعت الكنترول. وهيبقى مطلوب عندنا، انا بعت لكم النهارده على الجروب المطلوب ايه في الفاينل بروجكت. هيبقى عندنا اول حاجه مطلوبه الانيشال اسيسمنت، هنجيب الدي بي يو اللي هي الديفكت سبير يونتس. فكر حضراتكم كده في عجاله بسرعه عن الحاجات اللي ريفيجن سريع عن الحاجات اللي احنا ايه درسناها، وعشان تكتبوها دلوقتي ورايا عشان تفتكروا وانتوا بتعملوا البروجكت بتاعكم ايه اللي انتوا هتحطوه فيه، يعني ايه الداتا المطلوبه منكم فيه. طبعا في ناس سالتني النهارده الصبح على الجروب اللي احنا هنبقى جماعه في مكان واحد في نفس المجال، فممكن نشترك في بروجكت. قلت لهم ماشي، طالما انتوا نفس المجال بتاعكم واحد وبتشتغلوا في مكان واحد ونفس مجال عملكم واحد، ف يعني ساعدوا بعض واشتركوا في بروجكت واحد، وكل واحد يعمل حته بحيث اللي ايه الوقت، وتختصروا الوقت وتساعدوا بعضيكم، مفيش اي مشكله. لو المجالات مختلفه طبعا البروجكت ده بيتعمل في المجال، فكل واحد شغال في مجاله بيعمل البروجكت بتاعه عليه، بيشوف مشكله وبيبتدي يدرسها ويحللها، هيعمل لها اول حاجه الانيشال اسيسمنت، ويحسب لها دي بي يو اللي هي الديفكت سبير يونتس. يا ريت حضراتكم تكتبوا دلوقتي معايا النوتس حاجات المطلوبه في الفاينل بروجكت. هيبقى مطلوب اول مطلوب عندنا في الفاينل بروجكت الانيشال اسيسمنت، عشان الناس اللي بتكتب الانيشال اسيسمنت دي اول حاجه هنعملها في البروجكت، ودي كانت فيها تلات حاجات مهمه. اول حاجه كانت الدي بي يو اللي هي الديفكت سبير يونت، والدي بي او اللي هي الديفكت سبير اوبورتيونيتي، والدي بي ام او اللي هي الديفكت سبير مليون اوبورتيونيتي. في الاخر التلات حاجات دول هيوصلوني للسيجما ليفل عن طريق الكالكوليتر. يبقى ده اول مطلوب في الفاينل بروجكت، اجيب الانيشال اسيسمنت عندي في المكان. طبعا حضراتكم كلكم عملتوه، فانتوا هتاخدوه تحطوه في ايه في البرزنتيشن اللي انتوا هتقدموها في الفاينل بروجكت. انتوا لو هتقدموا الفاينل بروجكت للمهندس احمد حسام عن طريق ميل هو مثلا يكتبه على الجروب يكون احسن، عن طريق الايميل بتاعي انا همليكوا الايميل بتاعي
انا متهيألي الايميل بتاعي عند المهندس برضه احمد حسام، اسامه مصطفى 1979 @hotmail.com، وانا هشيره لكم على الجروب او المهندس احمد حسام هيشيره، بحيث لو هتبعته لي انا على الميل يكون احسن، لان طبعا مش هينفع البروجكت يتبعت على الـ على الـ الجروب على الواتس، فيبقى افضل على الميل يعني. فاول حاجه ان شاء الله في الفاينل بروجكت هنعمل الانيشال اسيسمنت، وهنحسب الدي بي يو اللي هي الديفكت سبير يونت، والدي بي او الديفكت سبير اوبورتيونيتي، والدي بي ام او اللي هي الديفكت سبير مليون اوبورتيونيتي، وفي الاخر هنحسب السيجما ليفل عن طريق الكالكوليتور شيت اللي احنا شيرناه في اول محاضره على الجروب. النقطه الثانيه هرسم البروسيس فلو شارت دايجرام ونعمله بالكامل، دايجرام بالكامل، دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه هبتدي افتح صفحه جديده واكتب فيها الديفاين، والديفاين مطلوب منك حاجتين، السايبوك والفويس اوف كاستمر اللي احنا بنجيبه من السيلز، لا اما بتجيب نسبتين من السيلز اللي هو اللور سبيسيفيكيشن ليميت او الابر سبيسيفيكيشن ليميت. لو اي حد في السيلز قلت له اديني اللور سبيسيفيكيشن ليميت والابر سبيسيفيكيشن ليميت لاي منتج عندك او لاي مشروع او لاي خدمه، هيديك الحاجتين دول، اما يديك الكاستمر سيرفي اللي احنا عملناه. فايا كان مش فارق، هتحط لي الكاستمر سيرفي ماشي، هتحط لي اللور سبيسيفيكيشن ليميت والابر سبيسيفيكيشن ليميت ماشي مع السايبو. ده بالنسبه في الديفاين. بالنسبه للميجر هنعمل جدول البيانات اللي احنا قلنا، البيانات اللي احنا المجمعه اللي احنا بنجمعها، سواء كانت البيانات ديت مقاسه او بيانات مجمعه عن طريق الداتا او السيستم، او بيانات مجمعه عن طريق التيم ورك بتاعي، او بيانات مجمعه عن طريق خدمه العملاء، ايا كان المنتج او الخدمه. هنجمع جدول للبيانات اللي احنا قسناها ونبتدي نعمل البريتو شارت. يبقى في الميجر عندك مطلوب حاجتين، قياس جدول البيانات المجمعه، دي نقطه اولى. النقطه الثانيه هنعمل البريتو شارت. طبعا انتوا كلكم عملتوا البريتو شارت وبعتوها لي، والله ينور عليك. ده بالنسبه للميجر. بالنسبه للانالايز مطلوب حاجتين، مطلوب البروسيس كابابيلتي ومطلوب الفيش بون دياجرام اللي احنا ان شاء الله هنشرحه النهارده. البروسيس كابابيلتي طبعا هتنقل، هتجيب البيانات اللي انت قستها اللي هي في الميجر وهتحطها في البروسيس كابابيلتي. لو عرفنا ازاي نرسم البروسيس كابابيلتي ومعظمكم بعتها لي، واول لما هنرسم البروسيس طبعا كابابيلتي عن طريق الميني تاب هتطلع لي النتائج. انا هختار البي بي كي اللي هي البرفورمانس البرفورمانس البروسيس بيرفورمانس اندكس، وقلنا في ثلاث علاقات عندنا مهمه، هم دول الكومبير بتاعي او التحليل بتاعي اللي انا هقدر احلله عن طريقهم. لما تكون الواحد اقل من البي بي كي بتبقى كيبابل، لما تكون من زيرو الى واحد نيد امبروف، ولما بيكون بالماينس البي بي كي بالماينس هتبقى الريهابيليتيشن. ويبقى كده هم دول الثلاث علاقات المهمين اللي انا احلل بيهم في البروسيس كابابيلتي. اقول تاني، بحط البروسيس كابابيلتي عن طريق الداتا او القياسات اللي انا جبتها في الميجر بتاعت العمليه او المنتج، فبحطها في البروسيس كابابيلتي في على الميني تاب، وبشوف البي بي كي بتاعتي اللي هي البروسيس بيرفورمانس اندكس. لو عندي واحد اقل من البروسيس بيرفورمانس اندكس تبقى كيبابل، لو من زيرو الى واحد نيد امبروف،
لو بالماينس بتبقى ريهابيليتيشن. وده بالنسبة للبروسيس كيبابيليتي. بالنسبة بقى للفيش بون دياجرام، ده موضوع هنشرحه النهاردة إن شاء الله بعد ما نخلص العصف الذهني اللي هو البرين ستورمينج، هنشرح الفيش بون دياجرام كوز اند افكت دياجرام بالتفصيل. تمام كده؟ نرجع بقى لمرجوعنا. ده بالنسبة ايه للفاينل بروجكت، الفاينل بروجكت بتاعي، وان شاء الله هيتقدم عن طريق الايميل للمهندس احمد حسام او ليا، وانا بعد المحاضره ان شاء الله هكتب لكم الايميل بتاعي عشان تقدروا تبعتوا. عندكم طبعا فتره كبيره هي تقدروا تعملوا الفاينل بروجكت وتشتركوا مع بعض فيه. طب هتيجي تقولوا لي طب والباقي هندسه لسه الامبروف ولسه الكنترول شارت؟ لا، في الفتره دي لما هنوصل للامبروف والكنترول شارت هتكون انت عملت شويه وهيبقى سهل عليك، انت كل الخطوات دي عاملها قبل كده، فيدوبك هتاخد الخطوات اللي انت عملتها قبل كده وتحطها باستثناء الفيش بون دياجرام، وده هنشرحه النهارده. طيب نرجع بقى لمرجوعنا، نبتدي المحاضره النهارده. هنبتدي ناخد العصف الذهني اللي هو البرين ستورمينج. العصف الذهني يعتبر هو تمرين جماعي يهدف الى توليد الافكار والاراء حول موضوع معين بطريقه منظمه تعزز الابداع والدعم ومشاركه الجميع. يعني انا عندي فكره عايز اعرف اراء المحيطين بيا او الفريق بتاعي، فانا اقول السبجكت بتاع الفكره دي، يعني يا جماعه عايزين نتكلم شويه عن موضوع، فبتيجي بناء على الموضوع اللي انت اتكلمت فيه او السبجكت اللي انت اتكلمت فيه، كل واحد من التيم اللي معاك هيتكلم ويقول فكرته. بندون الحاجات ديت وبنكتبها وبنوصل لايه؟ لاقرب حل او احسن حل او احسن فكره اتقالت في الحلول. طيب عندي قواعد أساسية للعصف الذهني، في قواعد أساسية همشي عليها في العصف الذهني. يعتبر أول قاعدة فيهم اللي هي الوصول إلى أكبر كم من الأفكار بغض النظر عن الجودة والفاعلية. يعني أنا عايز أوصل من الميتنج اللي أنا عامله مع التيم ورك بتاعي اللي أنا بكريته عشان أطبق المنهجية، فعايز أوصل لأكبر كم من الأفكار عن طريق العصف الذهني. بلم داتا من التيم، طبعا التيم دوت من كل الأقسام وعنده خبرة في كل مجال، كل واحد عنده خبرة في كل مجال، فأنا برمي الفكرة ليهم وباخد منهم الأفكار وبكتب الأفكار. فالهدف او القاعده الاساسيه من الموضوع دوت اللي انا اوصل لاكبر قدر من الافكار بغض النظر عن الجوده في الفكره اللي اتقالت او الفعليه. يعني ممكن واحد يقول لي فكره مش هي، بس انا اسمع له، يعني اسمع للفكره حتى لو كانت ملهاش تاثير، نسمع الفكره ونشوف رايه فيها ايه، وحتى لو فعالية الفكرة قليلة أو متوسطة طبعاً بنكتبها عندنا عشان ندرسها. يبقى دي أول نقطة من القواعد الأساسية للعصف الذهني، الوصول إلى أكبر كم من الأفكار بغض النظر عن الجودة والفعالية. النقطة الثانية أو القاعدة الثانية للعصف الذهني عدم انتقاد أي من الأفكار المقدمة أو الحكم عليها. يعني لو في فكرة قالت مش كويسة أو أنت شايف أو باقي التيم بتاعك اللي هي مش هتأثر في المشكلة اللي أنتوا قاعدين عشان تحلوها، فما تنتقدهاش، يعني ما تنتقدش اللي قدامك أو تستهزأ بيه عشان هو قال فكرة أنتوا مش مقتنعين بيها. أنت بتاخد منه الفكرة وبتدونها عندك
في المحضر بتاع الميتنج وبتكتبها وكأنه ما قالش حاجة، وتقول اللي احنا هنفكر فيها وهندرسها وهنشوف هنعمل فيها ايه. يبقى عدم انتقاد اي من الافكار المقدمة او الحكم عليها. دي النقطة الثانية في القواعد الأساسية للعصف الذهني. طيب النقطة الثالثة أو القاعدة الثالثة، تشجيع الأفكار الجديدة حتى الغير مألوفة أو الغير طيلي. يعني لو واحد قال فكرة غير مألوفة، حاجة كده خارقة للطبيعة مثلا أو غير اعتيادية احنا مش متعودين عليها في منطلق المنتج أو الخدمة اللي احنا بنقوم بيه، بتشجع برضو الفكرة دي وبتقف جنبيها، يمكن في يوم من الأيام في المستقبل تتطبق وتتحقق ويبقى كلام الشخص اللي قاله مظبوط. فالنقطة الثالثة، تشجيع الأفكار الجديدة حتى الغير مألوفة أو الغير اعتيادية. طيب النقطة الأخيرة اللي هي تطوير الأفكار ودمجها وتحسينها. بتجمع بقى الأفكار دي كلها مع بعض اللي اتقالت في الميتنج، سواء كانت أفكار بغض النظر عن جودتها وفعاليتها أو أفكار غير مألوفة، بتجمع كل اللي اتقال في المحضر. طبعا بيبقى في شخص قاعد معاكم في الميتنج بيكتب كل الحاجات دي، بيسموه محضر اجتماع، وبيكتب كل النوتس ديت، وانتوا بقى كتيم مع بعض بتبتدوا بعد ما بتخلقوا الافكار بيبتدي بقى تطورها وتحسنها وتشوف الافكار اللي احنا هنقدر نطبقها في المكان سواء كان منتج او خدمة، ونقدر نفعلها ويقدر المكان يستفيد بيها. طبعا هيبقى في جدال كبير في الاجتماع دوت، لا هينفع لا مش هينفع، وفي الاخر التيم بيستقر وبيلجأ للليدر، وفي الاخر الليدر بيحكم بقى اذا كان الموضوع دوت هيقدر يتفعل هنا في المكان اللي احنا شغالين فيه ولا لا من خلال التطوير للافكار دي. وفي الاخر احنا بالهدف من العصف الذهني او البرينستورمينج، الهدف منه اللي احنا بنعرض افكار جديده، بنشوف ايه اللي هتنفع المكان في المسموح بتاعنا ايه، وهنقدر نطبقها بحيث اللي احنا نطور منتجنا او خدمتنا في ذلك المكان. ده الهدف باختصار من العصف الذهني، وهو اسلوب بيعتبر بيستخدم في اماكن عديده وكل الناس بتستخدمه. طبعا كل اي نوع ميتنج، اي مكان بيعمل ميتنج او ايا كان نوع الميتنج دوت، مع المدير العام، مع التيم ورك بتاع السيك سيجما، مع تيم ورك الرئيس القسم اللي في المكان، ايا كان الميتنج دوت مع مين، احنا بنعمل اسلوب العصف الذهني ده، بنعرض فكره وبنشوف راي كل واحد في التيم او اللي قاعد في الميتنج ده رايه فيها ايه، وبتدرس الأفكار ديت عن طريق طبعا تدوين الأفكار في محضر اجتماع، وبندرسها كويس وبنشوف هتتطبق ولا لا، ولا هتعود على المكان بالخير ولا لا. ده بالنسبة للعصف الذهني. هنخش بقى على موضوع مهم جدا جدا، يعتبر هو أهم أسلوب في الستة، أهم أسلوب عندي في الست أساليب اللي أنا لسه متكلم فيهم بتوع الأنالايز، الكوز أند إفكت دياجرام، أو بيسموه الفيش بون دياجرام، أو بيسموه مخطط إيشيكاوا. أنا عندي في المراجع، سواء كانت مراجع الاي كيو اف او مراجع الاي اي سي كيو، الفيش بون دياجرام بيسمى الكوز اند افكت دياجرام، بيكتب كده في المسميات كوز اند افكت دياجرام،
بعض المراجع بتكتبه فيش بون دايجرام، جاي من مخطط السمكة يعني. بعض المراجع بيسموه مخطط إيشيكاوا. إيشيكاوا دوت المخترع الياباني اللي اخترع الفيش بون دايجرام، فطبعا اتسمت على اسمه نسبة لي. يبقى مخطط السبب والنتيجة الكوز اند افكت دايجرام او الفيش بون دايجرام او مخطط إيشيكاوا، وإيشيكاوا ده اللي هو المخترع الياباني اللي اخترع الاسلوب ده وسميت نسبة لي. طيب الفيش بون دايجرام ده بيستخدم استخدامه، او احنا هندرسه ليه، او انا بقول عليه مهم ليه، او هو يعتبر بعد البروسيس كيبابيلتي الفيش بون دايجرام هو ده اللي انت هتعمله حتى في الفاينل بروجكت في بالنسبه للانالايز. ليه هو الاسلوب ده اهم اسلوب في السته؟ لانه بيستخدم لاكتشاف الاسباب الجذريه التي نتجت عنها المشكله عن طريق ربط الاسباب الفاعله بالاثار الناتجه في رسمه مبسطه. هقول تاني، مخطط الفيش بون دايجرام او مخطط إيشيكاوا او الكوز اند افكت دايجرام بيستخدم هذا الاسلوب لاكتشاف الاسباب الجذريه التي نتجت عنها المشكله عن طريق ربط الاسباب الفاعله بالاثار الناتجه في رسم مبسط. وهنشرح الكلام ده دلوقتي بالتفصيل، وهنعرف ازاي نعمل الفيش بون دايجرام، وهنرسمها وهناخد كيس استادي عليها ان شاء الله. يبقى يستخدم هذا الاسلوب زي ما انا كده كاتب في الباوربوينت، يستخدم هذا الاسلوب لاكتشاف الاسباب الجذريه التي نتجت عنها المشكله عن طريق ربط الاسباب الفاعله بالاثار الناتجه في رسم مبسط. طيب بنعمل ايه بقى؟ بيتم تحديد المشكلة في رأس السمكة. رأس السمكة اهي، يعني الشكل اللي انا رسمه تحت هو ده طبعا صورة انا واخدها للفيش بون دايجرام. بنكتب المشكلة هنا في رأس السمكة، تمام، ويكتب كل سبب ادى للمشكلة في العظمة الفرعية. ادي كده اهي شكل السمكة، اهو رأس السمكة هنا، بشوف المشكلة اللي انا احللها عندي بكتبها هنا ايه في رأس السمكة، والهيكل العظمي بتاع السمكة هو الاسباب المحتملة وتمثل النتيجة. وطبعا الكلام دوت انا هقوله هنا بالتفصيل. عندي خطوات، مخطط السبب والنتيجة. الخطوات دي هم أربع خطوات، يعني يا ريت كل الناس تكتبهم معايا عشان أنا مش يعني أنا مش شارحهم هنا في الباوربوينت، أنا مدي صور بس. أول خطوة عندي تحديد المشكلة، الـ Identify the problem. أول خطوة معايا كده، كل الناس معايا اللي عنده أي سؤال يبتدي يسأله قبل ما أخش في شرح الفيش بون دايجرام، عشان ده هيبقى موضوعنا في الفاينل بروجكت، وهتعملوا النهارده كيس ستادي على كل واحد بشغله عنده مشكله هيحللها لي بالفيش بون دايجرام وهيبعتها لي خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله. هقول لك اللي عايز بيقول يا ريت اعاده الهيكل العظمي بيعبر عن ايه. حاضر، في الخطوات هنا هتتشرح بالتفصيل يا استاذ اشرف.
اول خطوه يا ريت تكتبوا معايا بقى عشان الناس تعرف انا هعمل ازاي العظمه وهعمل ازاي الراس وهكتب ايه في العظمه بتاعت الايه الفيشبون. اول حاجه ايدنتيفاي ذا بروبلم، دي الخطوه الاولى، تحديد المشكله. لازم احدد المشكله التي تواجهها المؤسسه او الفرد في راس السمكه. يعني في راس السمكه كده هكتب اسم المشكله، سواء اي مشكله بقى انا بحللها بكتبها في راس السمكه. يبقى تحديد المشكله التي تواجهها المؤسسه او الفرد اللي بيحلل المشكله دي وتكتب في راس السمكه. يبقى دي الخطوه الاولى، الايدنتيفاي ذا بروبلم، تحديد المشكله التي تواجهها المؤسسه او الفرد ثم كتابتها في راس السمكه. تمام. النقطه الثانيه، تحديد العوامل الرئيسيه لظهور المشكله، ايدنتيفاي ذا ميجر فاكتورز. بحدد العوامل الرئيسيه، وهنعرف العوامل دي بعد شويه بتتكتب فيها ايه، حاجات اساسيه بتتكتب في العوامل وبتتحط وبنحلل عليها. يبقى الخطوه الثانيه تحديد العوامل الرئيسيه لظهور المشكله اللي انا بسميها الايدنتيفاي ذا ميجر فاكتورز. دي الخطوه الثانيه. الخطوة الثالثة، تحديد الأسباب المحتملة المرتبطة بكل عامل رئيسي. يعني أنا عندي هنا فوق أهو ست عوامل رئيسية، ثلاثة فوق وثلاثة تحت، هكتب الأسباب الفرعية بقى، الأسباب المحتملة لكل عامل رئيسي. لكل عامل رئيسي بيظهر منه إيه؟ أسباب محتملة. بكتب تحت كل عامل رئيسي الاسباب المحتمله بتاعته، هنعرف هنكتب ايه وهنعرف بتتعمل ازاي. يبقى الخطوه الثانيه الايدنتيفاي بوسيبل كوزز، تحديد الاسباب المحتمله المرتبطه بكل عامل رئيسي. دي الخطوه الثالثه. تمام. الخطوة الرابعة والأخيرة، اللي أنا بعمل تحليل الرسم التخطيطي بقى، بحلل بقى الرسم التخطيطي للمشكلة إزاي. أنا بحلل الرسم التخطيطي للمشكلة، وذلك اكتب بقى الحتة دي، وذلك بالتحقق في الأسباب التي لها الأثر الأكبر في حدوث المشكلة من خلال إجراء التحقيقات والدراسات وما شابه ذلك. إزاي بعمل أناليسيس للدياجرام في النهاية؟ بعد ما بعمل الشكل النهائي للفيش بون، بحدد الأسباب اللي ليها الأثر الأكبر في حدوث هذه المشكلة. يعني بحدد الأسباب المهمة أو اللي ليها أكبر أثر في حدوث تلك المشكلة. من خلال بقى بعرف إزاي من دوت، من خلال بقى اللي أنا بحقق وبدرس بقى وبعمل ميتنج مع الفريق وبدرس الفيش بون كلها، وبنشوف أكبر مشكلة هي اللي سببت عندي في المشكلة دي. يبقى بعمل تحليل كامل لإيه؟ للدياجرام. أعيد آخر نقطة اللي هي الخطوة الثالثة ولا الخطوة الرابعة؟ الخطوة الثالثة. أقول الخطوة الثالثة تاني. أستاذ صلاح سرعان عايز يعيد آخر نقطة. حاضر. الخطوة الثالثة، أول حاجة هقولهم من الأول،
أول خطوة بحدد المشكلة واكتبها في رأس السمكة. تاني خطوة بكتب 6 عوامل رئيسية هنعرف دلوقتي بيتشرحوا ازاي عن طريق العظمة. بتكتب 3 عوامل فوق و3 عوامل تحت، واقول لكم العوامل دي بيتكتب فيها ايه دلوقتي، اللي هي تحديد العوامل الرئيسية لظهور المشكلة. Identify the major factors. بعد كده الخطوة الثالثة بختار كل عامل رئيسي فيه أسباب. كل عامل رئيسي في الستة هيبقى فيه أسباب فرعية، يبقى تحديد الأسباب المحتملة لكل عامل رئيسي. تحديد الأسباب المحتملة المرتبطة بكل عامل إيه؟ رئيسي. اكتب الخطوة الثالثة، تحديد الأسباب المحتملة المرتبطة لكل عامل رئيسي. بعد كده بقى في النهاية الخطوة الرابعة، بعمل أناليسيس للدياجرام كله. بعمل أناليسيس للدياجرام كله وبحدد فيه الأسباب اللي ليها الأثر الأكبر في حدوث تلك المشكلة عن طريق إجراء تحقيقات وعن طريق دراسات أو ما شابه ذلك. خلاص كده أنت فهمت يا أستاذ صلاح؟ الخطوة الرابعة بحلل الفاينل دياجرام. بعد ما بخلص بقى العوامل الرئيسية والأسباب الفرعية والكلام ده كله، بحلل بقى الفاينل ايه دياجرام عندي، بحلل الفاينل دياجرام عندي وبشوف المشاكل اللي مكتوبة دي. هقول لك هتتعمل ازاي دلوقتي. بشوف المشاكل اللي مكتوبة دي هل هي فعالة لها أثر أكبر ولا لا. هنعرف بقى الكلام دوت وهنحلله بقى، وكل واحد مش فاهم حاجة في اللي في الفيشبون هيفهمها من دلوقتي، وهيعرف أنا قصدي إيه بالكلام ده وال4 خطوات أنا بحللهم إزاي. وهديك داتا ثابتة هتحطها في الفيشبون دياجرام لأي مشكلة، سواء كانت مشكلة خدمية أو مشكلة صناعية. داتا بتتحط، حاجات بتتحط ثابتة وبتحلل عليها. تلاش الهدف حصر الهدف من الفيش بون دياجرام، حصر جميع الأسباب التي قد تؤدي إلى المشكلة المراد حلها. تمام؟ يبقى الهدف الأساسي من الفيش بون دياجرام هو حصر جميع الأسباب التي قد تؤدي إلى المشكلة المراد حلها، وهو ده اللي أنا كاتبه إيه في الباوربوينت. حصر جميع الأسباب التي قد تؤدي إلى المشكلة المراد حلها. ده هدف الفيش بون دياجرام. طيب بنقسم الأسباب دي ل6 أبعاد. يبقى أنا بلم الأسباب اللي أنا حصرتها من خلال الفيش بون دياجرام اللي أنا كنت لسه بقول عليها، 3 عوامل رئيسية فوق و3 عوامل رئيسية تحت. هنعرف العوامل الرئيسية دي هنكتب فيها إيه؟ داتا ثابتة زي ما قلت لك. وأنت من خلال الداتا الثابتة دي في العوامل الرئيسية، أنت بقى بتشوف التحليل بتاعك لكل عامل رئيسي إيه؟ طيب، إيه هو تصنيف الأسباب المحتملة للمشكلة؟ بنصنفها ل6 أبعاد. إيه هما ال6 أبعاد دول؟ أول بعد أو أول عامل رئيسي في الستة، مش أنا قلت لك هما 6 عوامل رئيسية؟ ال6 عوامل رئيسية اللي هما ال6 أبعاد اللي إحنا بنكتب في العظمة بتاعت السمكة، 3 عوامل فوق و3 عوامل تحت. هندرس كل 3 عوامل، ال3 عوامل اللي فوق و3 عوامل اللي تحت. البعد الأول أو العامل الأول المواد، الماتيريال. دي الداتا الثابتة اللي أنا بتكلم عليها، هكتب ماتيريال. تمام؟ ده أول بعد.
هكتبه عندي في العوامل الرئيسيه اللي بتتكتب في العظمه بتاعه السمك، الماتيريالز. اثنين، الطرق المستخدمه، الميثودز. تمام؟ الناس كلها معايا ولا لا؟ طيب الميثودز، النقطه الثالثه الالات، الماشينز. بقى عندي ثلاثة اللي هيبقوا فوق في العظمة، العوامل الرئيسية، الثلاثة اللي هيبقوا فوق هم دول الثابتين اللي أنا بتكلم عليهم، الماتيريالز والميثودز والماشينز. طيب الثلاثة اللي تحت هيبقى مان باور، المذر ناتشر، الانفايرونمنت، بيئة. ماشي؟ الثلاثة اللي فوق المان باور اللي هي العمالة، والبيئة اللي هي المذر ناتشر، والانفايرونمنت البيئة. طيب القياس الميجرمنت، يبقى دول الثلاثة الثابتين اللي هيبقوا تحت. نعيد تاني، أعيد تاني، أعيد الست عوامل الرئيسية الداتا الثابتة اللي أنا قلت عليها نكتبهم في عظمة السمكة، أقولهم تاني. حاضر. أقولهم تاني. عظمة، إحنا عرفنا المشكلة هنكتبها في رأس السمكة، دي مفيش مشكلة فيها. صح كده؟ طيب هنيجي في العظمة بقى بتاعت السمكة. العظمة بتاعت السمكة هيبقوا ست عوامل داتا أساسية تكتب، ثلاثة فوق وثلاثة تحت. الثلاثة اللي فوق اللي هم دول المواد الماتيريالز، الطرق المستخدمة الميثودز، الآلات الماشينز. دول الثلاثة اللي فوق. الثلاثة اللي تحت المان باور، العمالة، البيئة اللي هي المذر ناتشر أو الانفايرومنت، القياس الميجرمنت. كده كل الناس فاهمة؟ يبقى كده دول العوامل الرئيسية اللي احنا هنكتبها في عظمة السمك. وادي الشكل اهو اللي أنا حاطه. ادي العظمة. أنا قلت لكم صحيح على الجروب، أنا عايزكم تتدربوا على السمارت ارت اللي هي الاشكال اللي هي ايه الدايجرام، يعني راس السمكه دي ممكن تبقى دايجرام، بلوك، مربع، العظم والحاجات دي، يعني الحاجات دي كلها هتتعمل على السمارت ارت. الناس اللي كانت بتسال احنا هنرسم ازاي اي دايجرام، عندك الدايجرام بيترسم بالسمارت ارت، اوريه لكم بيجي منين، في الباوربوينت او في الوورد اهو. شايفين كلمة سمارت ارت اللي انا واقف عليها بالماوس دي؟ سمارت ارت. بتخش على سمارت ارت بتحدد انت بقى اهو في البلوكات وديجرامات وفي شرط، بتختار اللي يناسبك وتعمله. عشان الناس اللي كانت بتسال احنا هنرسم السايبوك ازاي يا هندسه؟ انت ليه بتقول لنا دايما اعملوا الفلو شارت والسايبوك في ديجرام؟ ده هو لازم، هو اسمه كده السايبوك ديجرام، الفيش بون دياجرام، لازم دياجرام، ما ينفعش اكتبه كتابه، ما ينفعش يكتب كتابه في الوورد او الاكسل، هم مسمينه دياجرام. يبقى انا لازم اختار حتى في الاي كيو اف في المرجع اسمه دياجرام، وقلت لكم انا افتحه صفحه 412 في الاي كيو اف في المرجع الهاند بوك هتلاقوا السايبوك معمول دياجرام. حددت لكم انا رقم الصفحه، صفحة 412 في الاي كيو اف، المرجع بتاع الاي كيو اف اللي هو الهاند بوك، هتلاقوه عامل السايبوك في دياجرام في اشكال، مش كاتبه، مش مكتوب كده هور. فلازم اي مسمى، اي مسمى يبقى اسمه دياجرام يتعمل دياجرام، عشان ما نتكلمش ولا نتناقش في النقطة دي تاني، عشان ده انا تعبت.
الناس كتير قوي هندسه، انت ليه بتطلب دايجرام؟ هو كده، هي كده. لا الدايجرام يبقى لازم دايجرام بنجيبه من السمارت ارت في الباوربوينت او السمارت ارت في الوورد، بتشوفوا الشكل اللي يناسبكم ايه وتعملوه، لازم دايجرام. خلاص طيب نرجع لمرجوعنا تاني. يبقى احنا عرفنا بنرسم ازاي الفيش بون دايجرام، المشكله بتتحط في راس السمكه، الست خطوات الرئيسيه بتوعنا الثابتين اللي احنا هنحلل عليهم. اللي هم الثلاثة فوق والثلاثة اللي تحت، الماتيريالز والميثودز والماشينز، دول الثلاثة اللي فوق، والثلاثة اللي تحت اللي هم المان باور والبيئة اللي هي المذر ناتشر أو الانفايرومنت، أيا كان تكتبها، يعني ناس بتكتبها كده وناس بتكتبها كده مش مشكلة، والقياس الميجرمنت. يبقى دول الست عوامل الرئيسية اللي أنا هحلل بيهم، اللي أنا كاتبهم هنا إيه في الشكل في الرسمة دي. أدي المان باور، أدي الماتيريال، أدي الميجرمنت، أدي الماشين، أدي الميثود، أدي الانفايرومنت. خلاص؟ في أي سؤال قبل ما أخش على الخطوة الجاية؟ نتفاعل كده على الشات، اللي فاهم يكتب لي فاهم تمام أو أوكي، اللي مش فاهم حاجة يقول لي. تمام. يبقى كده كل الناس فاهمه الفيش بون بيتعمل ازاي؟ كل الناس فاهمه الفيش بون دايجرام بيتعمل ازاي؟ تمام. هنيجي بقى ناخد كيس ستادي النهارده على الفيش بون دايجرام. هذه برضو رسمة تانية اهي قبل ما اخش على الكيس ستادي عشان افهمكم بتتعمل ازاي الفيش بون. اكتب هنا الافكت، ماشي، المشكلة اللي نتجت، المشكلة اللي نتجت رأس السمكة، المشكلة مش هو الكوز اند افكت دايجرام، الكوز اهو، الاسباب الستة هم حاططهم هم، ماشي، والافكت اللي هي المشكلة، ما من خلال الأسباب الستة دول نتجت المشكلة. طيب هنشرح بقى هنا على الرسمة دي، كل الناس تركز معايا فيها. عندي نوعين من الأسهم اللي أنا بحطهم هنا في الرسم، عندي نوعين من الأسهم بحطهم هنا على كل عامل من الستة، هي دي الداتا الستة اللي أنا اتكلمت عليهم، الماتيريالز والميثودز أو البروسيس، مان باور أو البيبول أيا كان، الماشينز أو الإكويبمنت، المذر ناتشر أو الإنفايرومنت البيئة، والميجرمنت القياس، قياسات. طب ايه الاسهم دي؟ عندي سكندري كوز وعندي برايمري كوز، يعني السهم الاساسي اللي هو بتاع العامل الاساسي ده بيسميه ايه؟ البرايمري كوز، اللي هو السبب الاساسي. طب السبب الثاني الفرعي اللي انا بكتبه على السهم الاساسي السكندري كوز، اللي احنا هنحلل بقى عليه. كل واحد في مجال عمله هيشوف المشكلة عنده ايه في الماتيريالز ويكتب الأسباب الفرعية بقى هنا، يكتب سهم كده ويكتب اسم ايه زي ما هناخد في الكيس ستاد، يكتب اسم المشكلة في الماتيريالز ايه. الماتيريالز فيها 70 مشكلة، 80 مشكلة، يكتب 70 سهم فرعي، 70 يقعد يذكر الاسباب المشكله
اسباب الماتيريال ايه، كذا الماشين اللي مش عارف، الخامات النوع الخامه ديت ومش عارف ايه، الخدمه ديت، المكالمه ديت، يقعد يكتب بالنسبه للجزء الخاص بالماتيريال. طب الجزء الخاص بالميثودز يكتبه، يكتب كل الاسباب بتاعته الفرعيه، يكتب كل الاسباب بتاعته في المان باور. ايه المشاكل ال 20% التي ظهرت في باريتو؟ بس دي بقى تحليل اكبر من باريتو شويه. يعني هنا بقى السؤال استاذ ياسر منتصر، هنا بقى انت بتحلل بعمق شويه، يعني باريتو ايه؟ بيديك على الاسباب اللي انت هتركز عليها. واللي هو الفايتال فيو. انما في حاجات ثانيه اللي هي التريفيال ميني، حاجات في اسباب بس ايه؟ مش مهمه دلوقتي. لا باريتو حاجه ودي حاجه. اللي بيسأل على باريتو استاذ ياسر، باريتو حاجه ودي حاجه. الدياجرام نفسه الطريقه تحته والالات فوق. ايه؟ لا الماشينز دي اللي تخص المكن والاكويبمنت، الميثود الطريقه يعني مختلفه، مش هي هتعرف في الكيس ستادي قصدي. خلاص؟ كل واحده من دي مش زي الثانيه. العوامل اللي مكتوبة دي مختلفة، الست عوامل مختلفين، الماتيريال والميثود والمان باور مختلفين عن الماشينز والمذر ناتشر والميجرمنت. يعني مختلفين، مش دي زي دي، الميثودز مش هي الماشين، طبعا لا. خلاص؟ هنعمل الشكل ده، نحدد الست أسباب الرئيسية اللي بتكتب الثابتين، الداتا الثابتة. وبعد كده هنحدد السكندري كوز، الاسباب الفرعيه بقى اللي داخله عليه تكتب بقى، نكتب بقى اسمائها ايه. لغايه كده فاهمين؟ كده فاهم يا استاذ شريف اسر؟ انت كنت بتسال الطريقه تحت والالات تحت، لا طريقه مختلفه عن الماشينز، الميثود مختلفه عن الماشينز. تمام؟ حد ليه حد عايز يعرف حاجة؟ اللي بيسأل عن البيئة يا أستاذ علي، هتشرح دلوقتي. أقول لك يعني إيه البيئة؟ في مشاكل مسببة للبيئة زي الجو، بدوزة، عصير، مطر، الحاجات دي كلها تخص البيئة، صح؟ بنحط أسبابها. يعني زي النهارده اهو مثلا او اي امبارح كان في شويه مطر، فالمطره دي نزلت فاثرت على ايه؟ اثرت على البروسيس بتاعتي وانا رايح الشغل، بدل ما كنت هروح الشغل في معادي اتاخرت، خدت بالك؟ فبتكتب بقى الاسباب دي بالنسبه الخاصه بالبيئه، سواء بقى هي بيئه طبيعيه او البيئه بتاعتك. فهمت يا استاذ علي؟ يخص ايه بالبيئه؟ طيب الماتيريالز استاذ اشرف، مواد والات والطرق فوق، ايه المشكله يا استاذ اشرف؟ مشاكل الماتيريالز، المشاكل الخاصه بالميثودز او الاسباب الخاصه بالميثود والاسباب الخاصه بالماشينز، الماشين دي المكن والعده، والماتيريال دي الخامه، ماشي، والميثودز الطريقه اللي انت هتشتغل بيها فين، ماشي يا استاذ اشرف؟ الستة مختلفين، محدش يحط في دماغه ان الستة شبه بعض، لا كل واحدة في الستة ليها اسبابها اللي هتتكتب. ما انا عارف الماشين تحت، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة يا استاذ اشرف؟ الماشين تحت والميثود فوق، هو في علاقة ما بين الميثود والماشين؟ مفيش علاقة ما بين الميثود والماشين يا استاذ اشرف. مفيش علاقة يا أستاذ أشرف ما بين الميثود والماشين. الميثود حاجة والماشين حاجة، وهقول لك في الكيس ستادي دلوقتي. تمام؟ تمام يا أستاذ أشرف؟ هقول لك البوليسيز يا أستاذ إيهاب دلوقتي. كل واحد هيعرف أنا قصدي إيه من الكلام ده دلوقتي لما هناخد الكيس ستادي. المهم تبقوا عارفين الشكل العام للفيش بون دياجرام هيبقى كده.
عشان بالنسبة للناس اللي هترسم الدياجرام، أنا عايز الدياجرام بالطريقة دي، عايز الدياجرام بالطريقة دي. طبعا باستثناء رأس السمكة هنعملها بلوك، هنعملها مربع أو مستطيل زي الكوز. ماشي، يبقى أنا عندي الكوز 6 أنواع عادي. هو الشكل، أنا فهمتك يا أستاذ أشرف، أنت قصدك تقول يعني إن مش لازم نلتزم بالترتيب اللي أنا عامله، المهم يبقى الستة، يبقوا الستة مكتوبين ونقدر نفرق ما بينهم. ماتيريال ميثود مان باور ماشينز ماذر ناتشر ميجرمنت. هتكتب التلاتة فوق، اتنين فوق، المهم يبقوا الستة معمولين على عظمة السمك. من فضلك الأسباب الستة دول ثابتين؟ ثابتين. الأسباب الستة ثابتين، ما بغيرش المسميات دي، المسميات دي ثابتة يا أستاذ أحمد، أستاذ أحمد منصور، الأسباب دي ثابتين 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 على أي مشكلة عندك، الأسباب دي ثابتين على أي مشكلة عندك. خلاص، حتى كده في مرجع الاي كيو اف، لو فتحت مرجع الاي كيو اف هتلاقي الست اسباب دول برضو مكتوبين. خلاص خلاص يا استاذ احمد، الست اسباب دول بيبقوا ثابتين وانت بتكيفهم او بتحلل عليهم على اي حاجه، على اي حاجه، سواء كانت مشكلة صناعية أو مشكلة خدمية. طيب، يبقى احنا هنكتب الإفكت عندي في رأس السمكة، هنكتب الكوزس الستة بتوعنا دول، الماتيريال، الميثود، المنبار أو البيبل، كل واحد بقى الميثودز أو البروسيس مش مشكلة، المنبار أو البيبل، الماشينز او الاكويبمنت عادي، المذر ناتشر او الانفايرومنت، الميجرمنت، القياسات اللي انت قست بيها ايه، والماتيريال اللي انت استخدمتها ايه، والطرق المتاحه ايه، والمان باور او الناس اللي عندك هنا ليهم ايه. فاهم؟ فهنشوف دلوقتي مثلا في الكيس ستادي اللي ان شاء الله هندرسها دلوقتي، انا قصدي ايه من الكلام ده، وهتفهموها ان شاء الله من الكيس ستادي. طيب، أنا خدت كيس ستادي على الفيش بون دايجرام بالتأخير في العمل. أنا عندي مشكلة اللي أنا بروح شغلي متأخر. ليت فور وورك. حلو؟ طيب، هكتب الأسباب الرئيسية اللي أنا قلت لكم عليها، مش المشكلة بكتبها في رأس السمك. الناس اللي كانت بتسأل، كل اللي بيسأل بقى يفهم الكيس ستادي ده. أنا جايب مثال سهل، مثال مشكلة سهلة من خلالها اللي إن شاء الله الناس هتفهم بيه. طيب، المشكلة حطيتها في رأس السمكة اللي هي مشكلة التأخر عن العمل. أنا بروح شغلي متأخر ليه؟ ليت فور وورك. طيب، بحط الأسباب الستة بتوع الرئيسيين اللي أنا قلت عليهم، البيبول أو المان باور، الميثود، ميجرمنت، ماشين، انفايرومنت، ماتيريالز. تمام كده؟ كده الناس معايا؟ تتفاعل معايا على الشات، اللي مش فاهم يقول مش فاهم، لأن أنا هختم النهاردة المحاضرة بموضوع الكيس ستادي ده عشان هتكلم في الفاينل بروجكت تاني. فاهمين؟ تمام؟ طيب، يبقى كيس ستادي هو أنا اخترت إيه؟ مشكلة التأخير عن العمل. بروح الصبح عملي متأخر. طب بكتب تحت البيبول إيه؟ أنا بتأخر ليه؟ بكتب الناس بسبب، أنا بتأخر ليه عن شغلي؟ بسبب الاطفال، ما لو انا هودي مثلا اولاد المدرسه children،
انا بتاخر عن شغلي، طاير، تعبان، ليزي، انا كسول، كل ده خاص بالبيبل دي موتيفيتد، محبط، عندي احباط من شغلي، بحطه برضو من ضمن الاسباب. يبقى بكتب الاسباب اللي خاصه، الاسباب الفرعيه اللي تخص البيبل او الماب باور، ماشي؟ بكتب ايه؟ بكتب children demotivated tired lazy. مش هي دي الاسباب اللي خاصه بالناس، اللي خاصه بالبيبل؟ فاهمين كده؟ وضحت صح كده؟ وضحت يا استاذ علي؟ تمام، وضحت يا استاذ سيد؟ طيب تمام. يبقى انا هكتب اول سبب عامل رئيسي بحلل عليه، بكتب الست عوامل الرئيسيه اللي انا بحلل عليهم، الاسباب الفرعيه اللي ادت لتاخير شغلي، وبحلل، بكتب هنا الاسباب الفرعيه ان شاء الله يكونوا 70 سبب، بعمل لهم خطوط تحت السبب العامل الرئيسي، العامل اللي يخص الناس، اللي children demotivated tired lazy. طيب الميثود، بكتب كل الميثودز بتاعتي اللي هي تحت الخانه بتاعت الميثود، الاسباب الفرعيه اللي ممكن تؤدي لمشكله اللي انا اتاخر عن شغلي. الالارم كلوك، الووكينج تايم، الروت تورك الطريق للشغل، الديستانس تورك المسافه للعمل. يبقى دي الميثود. فهمتوا الميثود؟ الالارم كلوك، الالارم كلوك الميثود، الووكينج تايم وقت المشي بتاعي، الروت تورك الطريق للعمل، الديستانس تورك المسافة. يبقى أنا بكتب الميثود، يبقى هي دي الطرق، الطرق أو الميثود أو المشاكل اللي هي خاصة بالميثود، بقوم كاتبها تحت كده. الناس فاهمة الميثود؟ اللي أستاذ أشرف اللي كان مش فاهم الفرق ما بين الميثود والماشين، أستاذ أشرف معايا؟ عرفت الفرق ما بين الميثود؟ أنا بكتب الطريقة، بكتب الطريقة والأسباب الفرعية اللي هي خاصة بالطريقة. تمام؟ اللي مش فاهم يقول مش فاهم. طيب يبقى بكتب تحت الميثود الأسباب الفرعية اللي ممكن تؤدي إلى إيه؟ الليد فور ورك، تأخر عن شغلي. طيب الميجرمنت، القياسات، ايه القياسات اللي انا بقيسها؟ ايه القياسات اللي انا بقيسها عشان اتاخر عن شغلي؟ القياسات زي البونص، ما باخدش بونص كويس. الكلوكينج ان، الكلوكينج ان، بثبت حضور وانصراف، ما بثبتش حضور وانصراف. الانسنتيف، الحافز. الليت فور سكول، الوقت اللي انا بروح فيه المدرسه عشان اوصل اطفالي بتأخر فيه، فده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى إيه؟ تأخر عن عمل. يبقى أنا بكتب هنا القياسات اللي أنا الأسباب الفرعية اللي بكتبها تحت الميجرمنت، البونص، الكلوكينج إن، كل واحد بقى بيشوف الأسباب الفرعية اللي تحت كل مسمى وبيكتبه حسب وجهة نظره، عشان دي مش حاجات ثابتة، خلي بالكم. الالارم كلوك ثابت ما بين الميثود والطريقه، سؤال جميل. صح 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 استاذ شريف اسف، المنبه فعلا متكرر في الطريقه والالات، بس لازم يا استاذ شريف اكتبهم في الاثنين، لازم يكتبوا في الاثنين، المنبه يعتبر ميثود وماشين. الله ينور. تمام،
لازم يتكتب الحاجة المشتركة اللي انت ممكن سبب فرعي. لو السبب الفرعي ده شايفه اللي هو ممكن يتحلل في الميسو والماشين هتكتبه في الاثنين. هتكتبه في الاثنين مفيش اي مشكلة. صح. خلاص. يبقى كده ايه؟ هنكتب الاسباب الفرعية اللي تحت البيبول او المنطور، الاسباب الفرعية اللي تحت الميسود. ماشي. والاسباب الفرعية اللي تحت الميجرمنت. نبتدي ناخد الثلاثة التانية نشوف الاسباب الفرعية اللي سببت اللي تخص الماشين. السكندري كوز. الماشين عندك الالارم كلوك، صح؟ الالارم كلوك يعتبر ميسود ويعتبر ماشين. الترين القطر، انا رايح شغلي عن طريق القطر، القطر عطل مثلا، فاهم؟ الكار، الكافي ماشين، انا كنت مستنظر ان انا اشرب كوبايه قهوه فالكافي ماشين بتاعتي عطلت فاخرتني عقبال ما شفت مكان تاني اشرب فيه كده. فبتكتب ايه؟ فبتكتب ايه؟ الماشينز اللي هي تخص. تمام. في الميجرمنت لو الموضوع، لو الموضوع اللي انا مش عارف ادير وقت، استاذ احمد منصور كاتب انا عندي سبب من ضمن الاسباب مش عارف ادير وقتي، هيتحط فين اداره الوقت؟ طبعا اداره الوقت يعتبر قياس، تحت القياس. هتقول problem time، مشكله الوقت بتاعتي تحت القياس، تحت الميجرمنت. تمام يا استاذ اشرف، استاذ احمد، استاذ احمد منصور. تمام. لو انت عندك مشكله اللي انت مش عارف تدير وقتك او اداره الوقت بيتحط تحت الميجرمنت القياس، لان الوقت قياس. تمام. تمام. خلاص. طيب لو المشكله الفرعيه اللي انت شايفها انت بتقدرها، المشكله دي بترجع لتقديرك، بس انت بتكتب الاسباب السته الرئيسيه، الاسباب السته الرئيسيه اللي هي انت بتحلل عليها اي سبب فرعي. الاسباب الفرعيه دي بقى بتاعتك انت، انت اللي بتقدرها. الاسباب الفرعيه انت اللي بتقدرها. الناس اللي عايزه تصلي الجمعه في الدول الثانيه تتفضل تروح، وان شاء الله شوفوا باقي المحاضره عن طريق الفيديو. اتفضلوا واكتبوا الحضور بتاعكم. خلاص. يبقى احنا هنكتب الاسباب السكندري كوز تحت كل برايمري كوز، كل سبب رئيسي من ضمن الستة اللي انا قلت عليهم هتحلل الاسباب الفرعية بتاعته تحت كل عامل رئيسي. هكتب السبب الفرعي تحت كل عامل رئيسي زي ما انا محلل في الشكل ده. الماشين هتكتب الالارم كلوك، الترين، الكار، الكافي ماشين. طب الانفايرومنت او المذر ناتشر هتكتب الهوليدي، الرين، الفوج، ترافيك جام. خدت بالك؟ الماتيريالز هتكتب الالكتريكتي، البترول، الكلوزز، الفوج. كل حاجه هتتكتب تحت اسبابها. يعني البيئة مثلا، environment، هتكتب أجازة، هتكتب مطرة، هتكتب أعاصير، هتكتب زحمة مواصلات، traffic jam. الماتيريال هتكتب الإلكتريكتي، هتكتب البترول اللي هو بمون جاز أو بنزين أو سولار أيا كانت اللي أنت بتمونه. كلوزز، الملابس بتاعتي اتأخرت، ما حيتش، اتبلت، غيرتها، طلعت اتقطعت، أيا كان المشكلة، ايا كان المشكله في الماتيريال. الفودز
بفطر بعمل الراجل اللي انا بفطر عنده او المطعم اللي انا بفطر عنده قافل، فاضطريت ان انا رحت شفت مطعم تاني جبت منه. بتكتب المشاكل الفرعية تحت كل سبب من الايه؟ من الاسباب. كده الناس فاهمة؟ كده الناس فهمت؟ اللي مش فاهم الكيس ستادي يقول لي انا مش فاهم، عشان وقت المحاضرة خلص. أنا بادئ بدري النهاردة، بادئ بدري 5 دقايق. اللي مش فاهم يقول مش فاهم. قبل ما أخش أتكلم على الفاينل بروجكت. الناس كلها فاهمة؟ طيب. يبقى فهمنا إزاي بعمل كيس ستادي. انا اخترت اهو على كل واحد بقى في مجال عمله هيختار مشكله عنده في شغله ويحلل المشكله دي عن طريق السته اللي فوق، الست عوامل رئيسيه، الثلاثه اللي فوق والثلاثه اللي تحت. تمام. الكيس ستادي دي كل واحد هيعملها في مشكله في مجال عمله ويبتدي يحلل عليها، وان شاء الله تبعتوها لي الاسبوع الجاي ان شاء الله. خلاص. دي من ضمن التمارين. احنا المهندس احمد حسام قال لكم اللي هيبقى 20% على التمارين بتاعت الهوم وورك و30% على الفاينل بروجكت و50% على الحضور. دي شروط الشهاده. شروط الشهاده هيبقى 20% على تمارين الهوم وورك و30% على الفاينل بروجكت اللي انا لسه متكلم عليه وهتكلم عليه تاني. تمام. و 50% على الحضور. يبقى كل واحد ان شاء الله فيكم باذن الله هيختار مشكله عنده في شغله ويرسم لها الفيش بون دياجرام او الكوز اند افكت دياجرام او مخطط ايشيكاوي ويعمل التحليل اللي انتم شايفينه ده. خلاص. وفي الاخر يبتدي يدرس كل الاسباب الفرعيه اللي تحت كل عامل رئيسي، ايه اللي ادى الى التاخر عن العمل. ده مثال. او ايه اللي ادى للمشكله اللي عندك في الشغل، او ايه اللي ادى اللي انت اخترتها المشكله اللي ادى. اجمالي الدرجات بتاعت الشهاده هيبقى 100% ان شاء الله. 100 من 100. 50 درجة على الحضور و30 درجة على الفاينل بروجكت و20 درجة على التمارين الهوم وورك اللي انا اديتها من اول محاضرة. اللي كان بيسأل اهو على توزيع الدرجات. تمام استاذ محمد. 100 درجة ان شاء الله. 50 درجة على الحضور و30 على الفاينل بروجكت و20 درجة على التمارين. هو يعني المفروض النجاح المفروض من 60%. يعني ما تقلش عن 60 درجة يعني. اللي بيسأل عن المسموح. المفروض النجاح ما يقلش عن 60. هو كان 6 سيجما عندنا لما بنمتحن دولي كان النجاح متهيألي من 65 أو 70%. ده في الامتحان. يعني المفروض ما تقلوش عن 60 يعني. لا مفيش امتحان يا استاذ علي. انا هخلي كل الدرجات ان شاء الله 20 درجه على الهوم وورك و30 درجه على الفاينل بروجكت اللي حضرتك هتبعته لي على الميل و50 درجه على الحضور. الامتحان الدولي حضرتك بتشوف الجهة المعتمدة، جهة معتمدة من خلال الـ IQF أو الـ ASQ وتقدم فيها وهتدفع فيها 500 دولار. تمام؟ عشان تمتحن الامتحان الدولي. أستاذ علي كان بيسأل. تمام كده يا أستاذ علي؟ لو أنت عايز تمتحن دولي هتشوف الجهة المعتمدة
من الاي كيو اف او الاي اس كيو زي الجامعه الامريكيه او ايا كانت الجهه، او السكس سيجما سكول او ايا كانت الجهه المعتمده من خلال الاي كيو اف، وهتدفع $500 قيمه فتح الامتحان الدولي، تمام، عشان تبتدي تاخد الشهاده الدوليه بتاعتك للجرين والبلاك والوايت. لا اليلو لو عايز تمتحن دولي في اليلو والجرين او البلاك. طبعا انا ما شرحتش الكلام ده، انا ما شرحت، انا مأهلك وايت ومأهلك يلو ونص الجرين، فانت لو هتمتحن هتمتحن وايت يلو، لو هتمتحن دولي هتمتحن يلو، لان في حاجات كتير جدا في الجرين، انا شرحت 50 او 60% من الجرين. خلاص، فانت لو هتمتحن دولي هتمتحن دولي يا استاذ علي في اليلو، مش هتقدر تمتحن دولي في الجرين يا استاذ علي، لان الجرين انا شرح فيه 50 او 60%. ربنا يسهل بقى الجرين والبلاك ده، ربنا يسهل بقى، مواضيع كبيره يعني، ربنا يسهل. فرصات ثانيه بقى نشوف بقى هننظمها ازاي وهنعملها ازاي، ربنا يسهل. طيب كده كل الناس فاهمه الكيس ستادي بتاعت الفيش بون دايجرام. انت كده الهدف من الكورس اللي انت بتفهم منهجيه السكس سيجما ازاي تطبقها في شغلك. لما لو عايز تمتحن دولي لازم طبعا نستكمل كورس الجرين والبلاك، طبعا دي يعني كورسات تانية بقى ان شاء الله في المستقبل. كده انت تعتبر حضرتك متأهل، يعني في نهاية الكورس ده هتبقى حضرتك متأهل وايت يلو نص جرين، يعني يعتبر معاك حزامين ونص حزامين ونص. لا الوايت ملوش امتحان دولي، الوايت ملوش امتحان دولي، اليلو ليه، انت ممكن تخش تمتحن دولي يلو، تمام، انما جرين لا وبلاك لا طبعا، لان انا ما شرحتش نص جرين ولا البلاك طبعا، فمش هتقدر تمتحن، مش هتقدر تمتحن جرين وبلاك دولي. انت لو هتمتحن دولي هتمتحن يلو. طيب تمام كده، اللي بيسال يعني على الامتحان الدولي كده كل حضراتكم فهمتوا، كده كل حضراتكم فهمتوا الامتحان الدولي بتعمل ازاي. انت بقى بتشوف الجهه المعتمد، انت هتمتحن دولي مع الاي كيو اف ولا الاي اس كيو، بتشوف انت ايه، لان انت عندك زي مدرستين، مدرسه الانترناشونال كواليتي فيدريشن ومدرسه الامريكان سوسايتي اللي هي الاي اس كيو كواليتي، الامريكان سوسايتي كواليتي، بتشوف انت هتمتحن مع اي جهه. زي ما شرحت لكم، انا شرحت لكم الكلام ده في اول على الجروب، اول حاجه كتبتها على الجروب اول محاضره، مين الافضل الاثنين زي بعض. انا نفسي اي كيو اف، انا امتحنت دولي مع الاي كيو اف، انا بفضل الاي كيو اف، كاسامه مصطفى بيفضل الاي كيو اف، الاثنين زي بعض همش مشكله. الاي كيو اف امريكا في امريكا، والاي اس كيو في امريكا، يعني الاثنين يعتبر زي بعض، ماشي. ما انا بقول يعني انا، انتوا عايزين نماذج امتحانات ليه وانا ما شرحتش الكلام ده؟ لا الامتحان بيبقى مسائل واساليب وداتا زي ما انا شرحتها كده يا استاذ علي، بيبقى فيه نظري وبيبقى فيه مسائل واختيار. طبعا المسائل اللي انت بتعملها على الميني تاب وبتدي له النتيجه وبتحطها، زي السؤال بتاع البروسيس كيبابيلتي بيطلب البي بي كي بكام، تشوف تحلل الحاجات دي على الميني تاب وتاخد البي بي كي تحطها له في الامتحان، تمام.
الامتحان بالانجليزي طب، بس يعني هي مسائل يعني تتكتب ازاي، الارقام دي بتتكتب دايما بالانجليزي فمش هينفع تكتبها بالعربي، والامتحان بيبقى بالانجليزي. تمام يا استاذ علي؟ اللي بيسأل عن الامتحان الدولي كده خلاص، نرجع تاني بقى لمرجوعنا عشان نبتدي ناخد نتأهل على الشهادة بتاعت الشهادة بتاعتنا الأول. فدلوقتي أنا عندي الدرجة الكبيرة في الفاينل بروجكت. هنعمل إزاي الفاينل بروجكت؟ إحنا اتكلمنا وبعت لكم فويس الصبح على الموضوع دوت وقلت لكم الفاينل بروجكت هيتعمل إزاي؟ وهقول تاني، يا ريت بقى كل الناس تكتب عشان نختم محاضرتنا النهارده بموضوع الفاينل بروجكت. الفاينل بروجكت بعد اذنكم كل الناس تكتب معايا الداتا دي، عشان من غير الداتا دي مش هتعرفوا تعملوا الفاينل بروجكت. حرام 30 درجه تضيع. أول حاجة في الفاينل بروجكت هتكتبه ورايا، هنعمل الانيشال اسيسمنت، هنعمل الانيشال اسيسمنت. طب هنعمل ايه في الانيشال اسيسمنت؟ خلي بالكوا ده سؤال دولي بيجي في امتحان الجرين، الانيشال اسيسمنت بنحسب الدي بي يو الديفكت بير يونتس، وبنحسب الدي بي او الديفكت بير اوبورتيونيتي، والدي بي ام او اللي هو الديفكت بير مليون اوبورتيونيتي، وفي الاخر هجيب السيجما ليفل باي كالكوليتور شيت. تمام؟ اللي فاهم يكتب لي فاهم قبل ما اخش على نقطه ثانيه. تمام، يبقى اول حاجه في الفاينل بروجكت، وده بقى اللي انت هتطبقه في شغلك باستثناء بقى الشهاده، وانت معاك شهاده كبيره ولا لا، ومعتمد دولي ولا لا، سيرتيفايد ولا لا، انت هتشتغل ازاي في مكان. الهدف مش الشهاده الدوليه، ومش الهدف اللي انت راجل سيرتيفايد اي كيو اف ولا اس كيو، الهدف اللي انت بتعرف تطبق الفاينل بروجكت ده في شغلك ولا لا، هتعرف تشتغل بمنهجية السكس سيجما ولا لا، هتعرف تطبق السكس سيجما في مجال عملك ولا لا. ده الهدف الاساسي. ما ممكن الواحد يبقى معاه شهادة كبيرة في البلاد، مع البلاد اكبر شهادة يعني، وما يعرفش يشتغل، ما يعرفش يطبق. فاهمين قصدي؟ فالهدف اللي انت يبقى معاك شهاده، حتى لو شهاده في الوايت او شهاده في اليلو او شهاده في السكس سيجما مستدلش عموما، ماشي، بس بتعرف تشتغل وتطبق. يبقى اول حاجه في الفاينل بروجكت هطبقها الانيشال اسيسمنت، ونحسب فيها الدي بي يو والدي بي او والدي بي ام او، وفي الاخر احسب السيجما ليفل باي كالكوليتور شيت. طيب تاني نقطه، عايز ارسم البروسيس فلو شارت دايجرام، دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، هفتح صفحه واكتب فيها بالبونت العريض دي فايل. الديفاين عندي مقسوم حاجتين، السايبوك و الفويس اوف كاستمر، والفويس اوف كاستمر هجيبها من قسم السيلز، هجيب منه اللور سبيسيفيكيشن ليميت والابر سبيسيفيكيشن ليميت او الكاستمر سيرفي. تمام؟ اللي فاهم يقول فاهم. طيب النقطه الثالثه، الميجر، نفتح صفحه ونكتب فيها الميجر، هجيب جدول القياسات اللي انا قيسته
اللي انا جمعته من خلال التيم ورك بتاعي او من خلال الموظفين او من خلال خدمه العملاء او اي او ايا كان نوع القياس اللي انا بقيسه الداتا اللي انا بقيسها، وبعمل جدول وبقوم راسم الباريتو شارت. وعارفين باريتو شارت بتتعمل ازاي؟ يبقى انت مطلوب منك في القياس حاجتين: جدول البيانات المجمعه اللي انا قيستها وباريتو شارت. الناس كده تمام؟ عارفه هتعمل ايه في الفاينل بروجكت بالنسبه للميجر قبل ما اخش على الانالايز؟ طيب تمام. الخطوة الرابعة أو الخطوة الخامسة، آسف، يبقى الخطوة الأولى الانيشال اسيسمنت، الخطوة الثانية البروسيس فلو شارت دياجرام، الخطوة الثالثة الديفاين، الخطوة الرابعة الميجر، الخطوة الخامسة صفحة الأنالايز. الأنالايز هعمل البروسيس كيبابيلتي اللي هي بتتعمل على المينيتير. طب أعمل البروسيس كيبابيلتي إزاي؟ ده سؤال في امتحان دولي اللي بيسال ده عن الامتحان الدولي، او ده سؤال بيبقى فيه في الجرين اربعه وبيبقى فيه في خمس اسئله على البروسيس كيبابيلتي، والامتحان الدولي بيبقى 60 سؤال عشان تبقوا عارفين. ماشي؟ البروسيس كيبابيلتي، البروسيس كيبابيلتي باخد الداتا اللي انا قستها في الميجر، الجدول اللي انا قست بياناته واحطه واحلله في البروسيس كيبابيلتي باستخدام برنامج المينيتير. وعارفين طبعا بيتعمل ازاي. هاخد الداتا بتاعت البي بي كي اللي هي بنسميها البروسيس بيرفورمانس اندكس، واشوف احللها ازاي لما تكون عندي علاقه واحد اقل من، يا ريت كل الناس تكتب التلات علاقات دول ارجوكم من فضلكم اكتبوهم عشان هتنسوا. لما تكون الواحد اقل من البي بي كي يبقى كيبابل، لما تكون الواحد اقل من البي بي كي هتبقى البروسيس بتاعتي كيبابل، لما تكون من زيرو الى واحد، لما تكون البي بي كي من زيرو الى واحد نيد امبروف، يبقى البروسيس دي نيد امبروف محتاجه تحسين. خلاص؟ تاني، عشان في ناس كتير قوي الاسبوع اللي فات سالتني عن التلات علاقات دول وانا كتبتهم على الجروب. لما تكون واحد اقل من البي بي كي هتبقى البروسيس كيبابل، لما تكون البروسيس بتاعتي اللي البي بي كي من زيرو لواحد نيد امبروف، لما تكون البي بي كي بالماينس زي المثال الهوم ورك اللي انا شرحته بالماينس يبقى ريهابيليتيشن اعاده تاهيل للبروسيس. اللي فاهم يكتب فاهم، اللي فاهم يكتب تمام يا هندسه، لا اما عيد تاني عشان مش هشرح الفاينل بروجكت تاني. كل الناس لازم تبتدي فيه ان شاء الله من بكره، ده بياخد وقت. تمام؟ كل اللي معايا دلوقتي اونلاين فاهم اللي انا قلته؟ طيب بعد ما بعمل البروسيس كيبابيلتي واحلل البي بي كي من خلال التلات علاقات دول، واحد اقل من البي بي كي تبقى كيبابل، من زيرو لواحد نيد امبروف، بالماينس تبقى ريهابيليتيشن، اخش على الفيش بون دايجرام، ابتدي اخلق مشكله عندي في المكان بتاعي اللي انا شغال فيه. استاذ ايه؟ اشرف ايوه يا استاذ اشرف،
انت كاتب حضرتك البي بي كي اقل من واحد. لما تكون، لا، واحد اقل من البي بي كي. انت كاتب دي قبل دي، انت كاتب ايه؟ بي بي كي قصدي حضرتك لما تكون اقل من واحد. لا مش قصدي كده، لما يكون الواحد اقل من البي بي كي. الواحد اللي اقل مش البي بي كي، يعني البي بي كي اكبر من واحد. خلاص هقولها تاني يا استاذ اشرف، هقولها تاني كويس. اللي انت سالت قبل ما انقل على الفيش بول، انا بحلل البروسيس كابابيلتي بثلاث علاقات. يا ريتهم، يا ريتكم تكتبوهم ورايا عشان بيتنسوا، وانت بتحلل على الميني تاب هتنسى. لما تكون واحد اقل من بي بي كي، وقلنا البي بي كي اختصار لايه؟ للبروسيس بيرفورمانس اندكس. لما تكون الواحد اقل من البي بي كي كيبابل. لما تكون البي بي كي من زيرو لواحد نيد امبروف. لما تكون البي بي كي بالماينس تبقى ريهابيليتيشن، زي المثال اللي احنا خدناه طلع ماينس باين 3 من 10 لو مش فاكر، لو انتوا تفتكروا الهوم ورك اللي انا اديته لكم طلع بالماينس، يبقى ريهابيليتيشن، اعاده تاهيل البروسيس. كله فاهم؟ اللي هيغلط في البروسيس كابابيلتي هزعل قوي في البروجكت بصراحه. انا شرحته كتير وطبقت عليه مثالين في المحاضره اللي فاتت، واديت هوم ورك حضراتكم كلكم عملتوه وانا راجعته، وكلكم ما تيجوا بقى تعملوا في الفاينل بروجكت وتغلط فيه حرام، انا هخلي عليه 10 درجات من 30 البروسيس كابابيلتي، لان ده بيبقى سؤال في الامتحان الدولي، بيجي في في اليلو، وبيجي في الجرين، وبيجي في البلاك. البروسيس كابابيلتي مهم مهم مهم. هقوله تاني عشان مش هعرف هيغلط فيه. لما تكون واحد اقل من البي بي كي يبقى كيبابل. لما تكون البي بي كي من زيرو لواحد نيد امبروف، عايزه تحسين. لما تكون البي بي كي بالماينس يبقى ريهابيليتيشن. تعالي تاني. خلاص الحاجه الثانيه في الانالايز هنخلق مشكله ونحللها عن طريق الفيش بون دياجرام. طب الفيش بون دياجرام يا باشمهندس اسامه بتتعمل ازاي؟ قلنا بنكتب 6 عوامل رئيسيه، زي المان باور والميثود والميجرمنت والماشين والانفيرومنت والماتيريالز، وبنكتب المشكله الرئيسيه بتاعتنا، البروبلم الاساسي في راس السمكه. وخدنا مثال النهارده وكيس ستادي على الليت فور وورك، تاخير للعمل، وكل الناس فهمت معايا المواضيع دي. تمام كده، ايه المحاضره بتاعتنا خلصت النهارده. مهندس احمد حسام، مهندس عمرو، لو حضراتكم عندكم اي سؤال تقدروا تسالوني. بحدد العمليات، لا الميجرمنتس دي القياسات مش العمليات، دي القياسات يا استاذ اشرف، بتبقى بتقيس حاجات معنويه جواك زي الحافز زي البونص زي دي، ادوات القياس الميجرمنتس دي، الميجرمنتس القياسات اللي انت ايه بتقيسها جواك، يعني انت بتاخد حافز قوي، بتاخد بونص، حاجات دي بتخليك ايه بتقيس مدى اللي انت تروح للشغل بدري. فهمت قصدي يا استاذ اشرف؟ الميجرمنتس القياسات، القياسات بتبقى قياسات بتقيسها. تمام؟ طيب حد عنده اي سؤال تاني؟ في اي حد عنده سؤال تاني؟ تمام.
نكمل بكرة بقى إن شاء الله باقي الأساليب بتاعتنا في الأنالايز، وإن شاء الله بإذن الله نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله في نفس ميعادنا الساعة 9 بتوقيت القاهرة في مصر، وأشوفكم بكرة إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة دخول السنة الجديدة، وربنا يجعلها سنة خير علينا جميعا، وأشوفكم بكرة إن شاء الله بإذن الله يوم السبت في أول يوم في السنة الجديدة 2022. صباح حضراتكم طيبين جميعا، والسلام عليكم.